بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله تحت عنوان Working with the Timeline. حديثنا هيكون عن التايم لاين يا جماعة. طيب، حاولنا نطبق المفهوم بشكل بسيط شوية. السلايد اللي قدام منينا ديت يا جماعة عبارة عن جزء، أو عبارة عن سلايد من ضمن السلايدز الخاصة بالبرمجية أو محتوى كان خاص بمقرر علوم. بمنتهى البساطة هي عبارة عن أنا مية متقسمة لأجزاء مختلفة. الجزء اللي من فوق ديت أنا كنت كاتب فيه الوحدة الأولى والمسار اللي أنا كنت موجود فيه. الجزء اللي عليه من ده أنا مخليه بانر للكنترولز يا جماعة، حاطط فيه الكونتنتس بتاعتي ما بين تعريف وتعريف ومثال واستنتاج وصورة وفيديو بيوضح المفهوم ده. على الناحية التانية بتلاقي إن دولت مجموعة المفاهيم اللي أنا واقف فيها دلوقتي حاليا. الجزء اللي من تحت كان خاص بأزرار التحكم التوجيهي اللي كانت عبارة عن الأهداف وطاق المساعدة والدعم وسيرة الأنشطة والتدريبات ومعايا السابق والتالي طبعا وقائمة المحتويات. وفي النص أنا كنت حاطط مساحة صغيرة عشان يبان فيها لو أنا كنت بعمل هوفر على أي كونتنت من دولت. تمام. طيب، بأول مرة راح نتكلم عنها يا جماعة كانت خاصة بـ opening the timeline. ازاي نفتح التايم لاين؟ بمنتهى البساطة جاست دبل كليك على كلمة تايم لاين ديت هتلاقي التايم لاين بتاعك بيجي opened، او ممكن تلاقيه هو متصغر تحت فجاست كليك عليه، حاول تشد لفوق هتلاقيه هو بيجي اوبن مفتوح معاك. الجانب الثاني الريسايزنج والدوكينج. بمنتهى البساطه يا جماعه القصه بتاعت الريسايزنج عادي، انا بحاول امنتج عليه زي ما انا عايز باني اشده في اي مكان طبعا من فوق وابتدي اعمل له سايزنج. القصه بتاعت دوكينج وان دوكينج بقى اكون واقف على التايم لاين. طبعا انتوا عارفين ان التايم لاين عباره عن 3 حاجات، بانر لوحده كان خاص بالتايم لاين، وبانر لوحده كان خاص بالستيتس، وبانر لوحده كان خاص بالنوتس. يعني انا كنت في التايم لاين ورحت اعمل ليها اندوك، هلاقي ان التايم لاين طلع بره والبانرين دولت هم اللي موجودين معاه. طبعا ده انا ممكن اعمل له ريسايزنج وامنتج عليه زي ما انا عايز، اكبره بالحجم اللي انا محتاجه. طبعا لو انا خلصت هبتدي اعمل له ريدوكينج، هبتدي ينزل في مكانه تاني. ديت اول مره. النقطه الثانيه خلونا نتكلم عن هايدنج اوبجكتس. انا طبعا يا جماعه عندي اللاير بتاعي فيها مجموعه كبيره من الاوبجكتس. لو انا كنت عايز اعمل هايد بمعنى ادق، يعني مش هايد انت بتعملها شو اور دونت شو، شو اور هايد يعني. تمام، جاست كليك عليها مثلا هتلاقي ان الاوبجكت ده اتشال، ما هو كده مش موجود. كليك على رمز العين اللي هو موجود على الشمال تحت، هو بيقول لي شو اور هايد اول. لو انا جاست كليك هيخفي لي كل حاجه طبعا، وهتبان الصوره اللي في الخلفيه لانها يا جماعه عباره عن خلفيه مش صوره، لا لا خلفيه. بمعنى اخد كليك يمين ورحت مختار فورمات باك جراوند، وانا هعمل له باترن اور تكست بيكشر اور تكستشر، وعامل رافع ملف الصوره. فاهمين يا جماعه؟ فالقصه ان ديت صوره في الخلفيه، ولو انا كليكيت مره واحده انا ابتدي اصل كل تفاصيل المشهد معايا، وممكن تعملها على لاير معينه او على اوبجكت معين وابتدي يظهر معاك او يختفي. الجانب الثاني يا جماعه، او الجانب الرابع بقى، بنتكلم عن اللوكينج اوبجكتس. القصه بتاعت لوكينج انت مش عايز الاوبجكت ده يبقى موفابل معاك. يعني مثلا انت واقف عند مش عارف ايه، تروح تشدها تلاقيها اتحركت معاك، انت حضرتك مش عايز وحضرتك مش عايزه كده. تمام، هنبتدي نروح عند الكونتنتس اللي احنا عايزين نعمل لها دوكينج. ولنفرض مثلا يا جماعه الجانب اللي هو كان خاص بيه اللي فوق الواحده الاولى ديت، ونروح عند الرمز القفل ده. لو وقفت عليها تلاقي بيقول لك لوك اور ان لوك اور، كليك جاست عليها كده بقت unable to move. انت مش تعرف تحرك ديت، يعني اهو هي نفسها انت طبعا بتحرك بس حاجه تانية غير اللاير اللي انا عامل لها دوكينج يا جماعه. اللي انا واقف عليها اللي هي اللاير بتاعت خواص المادة والكلام ده حتى مش ظاهر. يعني انا واقف على لاير ورحت عامل لها مثلا اندوك، ما بقتش نقدر نعمل فيها ايه، ما بقتش نقدر نحركها. ده جانب. الجانب الثاني يا جماعه، طبعا عادي المساله بان انت تحطها زي اللايرز في الفوتوشوب بالظبط يا جماعه. عايز تخليها ثابته او تكليك عليها طبعا هتبتدي بترجع مره تاني نفس المشهد لو انت كنت عايز تحطه في اي مكان. تمام، دولت الاثنين موجودين في كل اللايرز اللي بيكونوا موجودين معاك. الجانب التالت ده بيكون خاص بإكزاكتلي يا جماعه الاسم بتاع اللاير. وطبعا ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انت تحاول تسمي اللايرز بتاعتك باسم الكونتنت اللي موجود فيها او بالاسم اللي الوظيفي ليها علشان انت ما تتوهش. لان كده كده في التريجرز انت بتربط احداث بزراير بصور بحاجات مختلفه، فلا انت المفروض تكون عارف هو اي. نعم بيديلك بريفيو بشكل بسيط للاير وهي عباره عن ايه، لكن انت من باب التنظيم ان انت تحاول تسمي الاوبجكتس بتاعك باساميها
او باسامي انت تعرفها وتعرف دلالاتها كويس خالص، علشان لما تيجي تستدعيها بعدين ما يكونش في مشاكل في القصه ديت. بمنتهى البساطه جاست دبل كليك عليها وحرر الاسم اللي حضرتك عايزه. يعني مثلا لو انا كان عندي اسم انا مسميهم كلهم يا جماعه، بمنتهى البساطه جاست دبل كليك ومنتج على الاسم وضغط انتر، هيبتدي يحفظ لك القصه ديت. فلو انت اخدت بالك بتلاقي مثلا انا واقف عند فيديو، فالفيديو مش المفروض يكون استنتاجن عشان اعملها دبل كليك، فانا هروح مسميها يا جماعه مثلا فيديو دبل كليك واروح مسميه فيديو. تمام اوكي، عند الاستنتاج واحد ده دبل كليك وانا اروح مسميه صوره، ده الاسم الوظيفي او زرار صوره، فاهمني؟ عشان لما نيجي نستدعي بعدين ابقى عارف كويس القصه ماشيه ازاي. الجانب التالت يا جماعه بتاع الجروبينج، لو انا كنت عامل جروبينج لمجموعه من اوبجكتس، اوبجكت اتنين مثلا تلاته اربعه خمسه او اربعه وده الخامس، وعملت كليك يمين وقلت له والله اور من قائمه فورمات، قلت له والله دولت جروب، انا مش انا عامل اوبجكت لوحده، ادي واحد ماشي، خلونا مثلا نزوم شويه نبص على التايم لاين هيبقى فيه هيبقى شكله ازاي. ادي اوبجكت، انا ضغط كنترول وهولد على الكنترول يا جماعه طبعا، فبيحاول يضيف لي كل العناصر بتوعي، اروح لقائمه فورمات واقول له قائمه جروب اعمل لي جروب للعناصر دي. تمام، ولو رفعت التايم لاين انا سنه لفوق هلاقي ان المساله ما بقتش كده، بيجي ان في عندي مجموعه اسمها جروب واحد، ولو وفي على شمال الشمس صغير لو فتحته هيديني كل الكونتنت اللي موجود في المجموعه دي. دي الطريقه طبعا، مجموعه ممكن دبل كليك عليها تبقى لها رينيم، ده الطريقه من طرق التنظيم لو انت كنت عايز تحافظ على شغلك وتحافظ على وحدته، خصوصا انت مش عايز تمنتج عليه فبتحاول تنظمهم في جروب واحد، خصوصا لو انت كنت عايز تحركهم تعملهم ترانزيشن تبتدي تعملهم ايا يكن اي شيء، فديت بصراحه امر مفيد اذا كنت محتاجه. تمام، ده الجانب اللي هو كان خاص به الجروبنج يا جماعه. الجانب اللي بعاني منه كان خاص بالتشينجينج اوردر، لو انا طبعا يا جماعه كنت عايز اغير ترتيب، يعني سي مثلا والله نفرض على سبيل المثال انا عندي ال كلهم مترتبين، لو انا قدمت حاجه فوق حاجه طبعا المشهد مش هيتظبط. لو انا عندي صوره مثلا، الصوره ديت لو انا كنت نزلتها تحت من كونتنت محتوى معين، يعني كلمه تعريف ما دخلوني اطلعها فوق شويه، هي جايه فوق الرمز بتاع مثال، فوق الرمز بتاعها، لو انا وقفت على المثال ده كان خاص به شعار المدخل، لو انا جيت مسكت الاوبجكت بتاعي بتاع شعار المدخل ده رفعته فوق القصه بتاعت تعريف الماده، او نزلت تعريف الماده لتحت شويه، يعني ادي تعريف الماده اوكي، جيت مسكته وشديته بايدي، انا بحاول اشد بايدي تمام، او انا نزلته كده تحت القصه بتاعت شعار المدخل، فايه اللي حصل؟ هو جاء ورا منها في الخلفيه، فالترتيب برضه بيأثر يا جماعه. تمام، ده جانب من ضمن النقط اللي المفروض يعني نتكلم عنها بخصوص موضوع الاوردرينج. طبعا الترتيب مهم ومفيد، لو انت كنت عايز لاير تظهر قبل لاير، لاير فوق لاير، لاير تحت لاير، القصد اوبجكت بمعنى ادق، يعني فوق اوبجكت او تحت منه، ده اللي بيفيد معاك في ترتيبه. طبعا الترتيب بيبقى على حسب اولويه تنظيم دخولك للاوبجكتس جوه المشهد. طبعا انت ادرجت بيكتشر فتبتدي تدرج بيكتشر، فوق منها بعد منها بيكتشر ثانيه، تبقى طبعا مين الاولويه اللي فوق، فالبيكتشر اللي فوق بعد منها القديمه وهكذا، فاهمني يا جماعه؟ رايت معايا؟ بعدين تايمينج اند ديوريشن، لو انا كنت عايز امنتج على وقت معين، سي ولنفرض يا جماعه انا عندي الكونتنت بتاع تعريف الماده ده، تعريف الماده انا التايم لاين بتاعي بيبتدي من صفر، خلوني مثلا اجيب تعريف الماده من اول ثانيه مثلا، فاهمني؟ مثلا تعريف الكثافه خليني اخليها في الثانيه الثانيه على سبيل المثال، المثال توضيحي انا اخليها في الثانيه الثالثه، كده معايا 3 ثواني كده المشهد كله هيكمل معايا، بس في اول ثانيه مش هتكون تعريف الماده موجوده لانها تظهر بعد اول ثانيه، وطبعا اول ثانيتين مش هيكون تعريف الكثافه موجود لانه هيظهر بعد الثانيه الثالثه، وفي اول 3 ثواني مش هيكون في مثال توضيحي موجود لانه هيظهر بعد الثانيه الثالثه. نعمل ريفيو للسلايد ديت وهنلاقي ان نفس المشهد هو اللي احنا كنا مظبطينه بالظبط. دي فايده التايم لاين، لو انت كنت محتاج تاخر حاجات عن انها تظهر في المشهد بشكل معين، او انت الكلام ده يفيدك او يخدمك، عايز تمشيها بشكل وظيفي، عايز تمشيها بشكل تخطيطي، فالجانب ده يرجع لك يعني. تمام، المساحه الفاضيه يا جماعه كان خاصه بالهوفر، انا كنت بكتب عليها
هي بتاعت ايه؟ لما انت تبتدي تعمل هوفر على الاوبجكتس المختلفه. طبعا الكلام ده مش ماشي غير مع ازرار التحكم والتوجيه، ومش ماشي مع اي حاجه تاني في الكونتنت غير لو انت كنت محتاج. وبرمجته بشكل بسيط هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله، تمام؟ ديت الجانب. الجانب الثاني انا ممكن نشتغل على قصه بتاع التايمنج بمنتهى البساطه. جاست رايت كليك يا جماعه، ها، شو انتل اند، هو يبتدي يظهر ايا يكن انت ماشي معاك لغايه فين. عشان كده لما تشوف السهم الصغير في الاخر ده معناه ان انت كل ما تشد التايم لاين هم ماشيين معاك، يعني مش هيظهروا في وقت معين. في حين ان انت لو اخترت في تعريف الكثافه وضغطت كليك يمين وقلت له لا انا مش عايزه شو انت الاند، ورحت ضيقت في منطق معين، يبقى هو يظهر من الثانيه الثانيه وينتهي في الثانيه الرابعه. خلاص انت حكمت عليه بان هو يظهر في وقت معين وينتهي في وقت معين. الجانب ده طبعا بيرجع لك في المقام الاول، ويرجع لتصميمك، ويرجع للهدف من ان انت تستخدم القصه بتاعت الديوريشن دي. طيب اوكي معايا. الجانب الثاني، لو انا ضغطت كليك يمين عليه وقلت له هي تايمنج، وفي تايمنج ده اتفقنا بان انا عندي ستارت وقت معين يبتدي فيه، وديوريشن المده اللي هيبتدي يظهر معاه، شو انتل انه في سلايد، الكلام ده انت عايزه يظهر لغايه اخر السلايد ولا اولويز اون ذا سلايد، الكلام ده يفضل دايما ظاهر على السلايد بتاعك. ده من خصائص التايمنج يا جماعه، تمام؟ رايت. الجانب الثاني كان خاص بالزومينج، النقطه بخصوص تايم لاين. طبعا انا ما عنديش غير البتاع ده اللي هو انا ببتدي احركه، ده اللي هو بيكون عباره عن الشريط بتاعي اللي بيحاول اعرف انا فين بالظبط، وبعمل بيه الكيو بوينتات. الكيو بوينت ديت نقط بتساعدك في ان انت تعمل الاينمنت للمقاطع بتاعتك، تمام؟ يعني لو انت عايز تحازي مقطع معين على كيو بوينت الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، طبعا لازم أن يكون معاك في المشهد اكتر من حاجه عشان تعمل عليها كيو بوينتات، بالذات لما يكون معاك تراك للصوت. لو كان معاك تراك للصوت هتبتدي تحازي العناصر على اساس تراك الصوت بتاعك علشان الدنيا ما تتوهش منك. واتكلمنا عن القصه، هنحاول نتكلم عن القصه ديت في القصه بتاعت سنكرونايزيشن ما بين صوت و ما بين صوت وما بين صورة ان شاء الله باذن الله في التوتوريالز اللي جايين دولت. بالاخير مع الجزئيه الخاصه بالتايم لاين، ده طبعا بيعمل بلاي وده بيعمل بوس وده بيبتدي يعمل لك زوم. زوم يعني بيحاول يظهر لك التايم لاين او بالسيكوندز كده، انت واخد معاك 61 ثانيه بتزوم شويه، فبالتالي النطاق بيبتدي يوسع معاك شويه، تمام؟ والعكس. وده بيبتدي يعمل لك بريفيو انت من غير ما تعمل بالظبط، من غير ما انت بتبتدي تعمل بريفيو للسين، هو بيبتدي يعمل لك بريفيو بشكل مصغر للحاجه بتاعك. بس المشكله في القصه دي ان هو بياخد شويه وقت يا جماعه، تمام؟ فعشان كده هو عمل لي بريفيو للنطاق اللي انا كنت محدده يا جماعه. لو انا كنت طبعا محدد النطاق من الاول، لو انا كنت محدد القصه من الاول خالص وعملت ران، هياخد لي شويه وقت يبتدي يعمل هو يعمل ريندر او يمشي المشهد، بعدين يبتدي يمشيه هو مع نفسه، يعني هو هيعملها مرتين. ده بيديني بريفيو لايف للمشهد اللي قدامي لغايه لما يوصل لاخر سلايد في التايم لاين، فبيروح واقف ومبتدي لي من ومرجع لي البار بتاعي ده لمين؟ للمنطقه اللي هو كان مبتدي فيها. ده بمثابه البريفيو للتايم لاين بقى يا جماعه، مش للسلايد ولا للسكرين ولا للانتر بروجكت، للتايم لاين ده، تمام؟ ده بخصوص التايم لاين. يا رب تكون الحلقة سهلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.